بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الخامس من الفصل الثالث لمقرر هندسة البرمجيات. في الجزء ده يا جماعة نتكلم عن requirements scenarios أو متطلبات السيناريو، وكلمة سيناريو ديت معناها الستوري أو القصة اللي إحنا اتكلمنا فيها، وقلنا إن في إيه؟ في طريقة إيه؟ أجيل في الإكستريم بروجرامينج بنقسم الايه ايه المهام المطلوبه منا في البرنامج الى قصص الى ستوري، او بنتكلم هنا بنقول ايه سيناريو. معايا يا جماعه؟ طيب تعالوا نشوف بقى ليه احنا بنقسم الريكويرمنتس سيناريوز، ليه بنقسم التاسك الكبيره لسيناريوز بسيطه، ليه بنقسم السبيسيفيكيشن او المواصفات اللي بيطلبها الكاستمر لعدد من السيناريوز او عدد من الستوريز. طيب تعالوا نشوف مع بعض الجزء ده هيجاوب لك على السؤال ده. بنقول ايه بقى؟ بنقول خلي بالك بقى، احنا متفقين ان الكاستمر ان الايه؟ ان العميل او الزبون مش كده؟ هو بيبقى يساهم مساهمه فعاله في بناء البرنامج في حاله مين؟ الاكستريم بروجرامنج. ليه؟ لانه بياخد بيلد اول، بياخد فيرجن اولاني، فيرجن ثاني، فيرجن ثالث، وبيدي رايه على كل فيرجن. وبيطلب مهام محدده، وبيطلب مواصفات محدده. يبقى له ريكويرمنتس، له متطلبات، له مواصفات. حلو قوي. جميل؟ طيب بناء على هذه المتطلبات والمواصفات تمام بعمل ايه؟ بقسم مواصفاته لعدد من السيناريوز او الستوريز. معايا يا جماعه؟ طب ليه بتقسمها؟ حد عارف؟ حد عارف ليه بنقسم متطلباته لعدد من السيناريوز او الستوريز؟ طبعا لو تاسك كبيره قسمتها تاسك صغيره سهل جدا انها تخلص بسرعه بقى. مش كده؟ لو كل ايه جزء او كل واحد او اتنين من الايه من التيم وورك خد عمليه او ستوري يخلصها يخلصها. فايه العمليات هتتم بايه بسرعه. اذا نقول تاني في الجزء ده يا جماعه الكاستمر بيعمل ايه؟ بيحدد متطلباته وبايه وهو احد الايه العوامل المؤثره في اتخاذ قرار بناء السوفت وير. وبعد كده متطلباته بتنقسم لعدد منين؟ ها صح، برافو عليك، عدد من السيناريوز او الستوريز. وبعد كده بنعمل ايه بقى يا جماعه؟ الستوري الواحده او السيناريو الواحد بينقسم بعد كده لعدد من التاسكات البسيطه. كويس جدا، فهمنا بقى الجزء. يبقى متطلباته تنقسم لسيناريوز، والسيناريو الواحد ينقسم لمين؟ لعدد من المهام البسيطه. معايا يا جماعه؟ طيب عند بقى ايه؟ عند تقسيم المهام البسيطه ديت بيقول لك المهام دي بتتكتب في كاردز كده، في كروت، يعني كل مهمه في كارت. طيب وبعد كده يا جماعه بيقول لك بقى ايه؟ تجدول هذه المهام البسيطه ها علشان ايه؟ نعمل ايه استيميت كده للكوست، التكلفه الكليه كام للبرنامج. اذا عمليه جدوله لهذه المهام، ثم شوف مركز معايا، ايوه برافو عليك، ثم بعد ذلك نعمل ايه بقى؟ ايوه بعد كده بقى ايه نعمل ريليز او ها نخرج البرنامج للنور. امتى بقى؟ ها ايوه لما المهام البسيطه تتكون، بس بناء على اولويات الكاستمر العميل. لو العميل عنده اولويات في اخراج المهمه الاولى قبل الثانيه يبقى هي اللي هي الاولى انها تخرج الاول. معايا يا جماعه؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض كده الكلام ده. نقول ايه بقى؟ ان اكس بي ا كاستمر، ها ان اكس بي ا كاستمر اور ايه مين يا جماعه؟ اور يوزر، صح، از ا بارت اوف ايه اكستريم بروجرامنج، ها اند از ريسبونسبل، ومسؤول عن ايه بقى؟ ميكينج ديسيشنز اون ريكويرمنتس. تمام، بياخد قرارات ايه المتطلبات اللي هو محتاجها. بعد كده فاكرين نعمل ايه؟ ايوه فعلا، نقسم ها نقسم المتطلبات ديت لسيناريوز او ساعات بنسميها ستوريز. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ بنقسمها تاني لتاسكات، يقول لك بريك زيم داون، يعني بنقسمها انتو ها امبلمنتيشن تاسكس. جميل. طيب بعد كده بعد ما نقسم التاسكات ايه اللي بيحصل؟ يلا قول. ها برافو، صح، التاسكات بتتجدول عشان ايه يا جماعه؟ ها عشان ايه؟ نعمل كوست استيميتس، نعرف التكلفه الكليه ممكن تكون كام. بعد كده ايه؟ بيظهر البرنامج، لكن ايه بعد ما بنخلص كل تاسك، لكن التاسكات بتنتهي حسب الاولويات للعميل. يبقى اذا ذا كاستمر تشوز ذا ستوريز فور انكلوجن ان ذا نيكست ريليز، ها يعني اللي هيخرج ايه للنور الخطوه الجايه، بس بناء على ايه بقى؟ زير بريوريتيز، اولوياته، اند ذا سكيدول استيميتس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.